لا شك في أن أهالي أولاد دحمون يملكون مبررا مقنعا لرفضهم تثبيت ورشة ترميم معبر الوادي، فكل ما يتعلق بمشاكل الطريق والحرمان من شبكات الحياة يدفعون ضريبته، ويضطرهم هذا إلى الهجرة والنزوح والتخلف عن فلاحة أرضهم. إلا باش يخدموا قنطرة العين والرأس، إلا يجي باش يخدم القابيو، مش قابلين القابيو، خدم لنا الطريق تلحق للقنطرة، أخدم من القنطرة وجوز على روحك. 3 كيلو متصنعنا فيها 10 مترات، 3 كيلو متر تخدمنا فيها 10 مترات. صراحة هذه راهي عيب. الوالي ما شفناهش، ما نعرفوهش، ما ناش شايفينه وقع في وجهه. أول خطرة شوف دائرة جاتني طاعت الناس سلك، ما طاعتناش الطريق ولا قنطرة، طاعت الناس سلك قابيو في الويد. أول خطرة من اللي استقلينا شوف دائرة جاتنا طاعتنا قابيو تاع سلك، ما طاعتنا قنطرة، ما طاعتنا طريق. يكفل الأولياء إيصال أبنائهم إلى المدرسة في ظروف الطقس الملائمة. لم يعرف هذا الإقليم أي بذور لإصلاح أوضاع المعيشة منذ سنوات. هذا الدوار دوار دحمون ودوار لوديرة من 1800 في هذه المنطقة، مازال ما رحلوش منها. كاين الناس راها تروح بسبت واش؟ بسبت الطريق، بسبت الماء مكاش، بسبت الغاز مكاش، الناس راها ترحل. الماء منا بعيد بزوج كيلومتر و800، كاين واحد وحده داولو الماء 4 كيلومتر، ودوار فيه 33 عائلة ولا أكثر مازال ما جابولوش الماء. زيد مازال المسؤولين تاع البلدية ما كانش يزارنا. علمنا أن البلدية لم تأخذ على عاتقها تمويل أي من مشاريع إعادة إحياء دوار أولاد دحمون، وهكذا لم يبقى للسكان سوى التوقف عن إطلاق أحلامهم حتى لا تصطدم بالواقع المر.